صباح حلقة التوقعات كالعادة في بداية كل موسم لازم نهبد عليكم بهبدة توقعات المتصدرين الأربعة في الدوريات الأوروبية الكبرى. السنة اللي فاتت جبنا 3 من 4 صح، وكان سهل ان احنا نتوقع ان بايرن هياخد الدوري. في انجلترا جبنا 2 من 4، وفي ايطاليا جبنا 3 من 4، وفي الدوريين ما جبناش البطل صح، وفي اسبانيا كلنا فاكرين طبعا ان احنا جبنا 4 من 4 كلهم صح بالترتيب، وتوقعت ان اتلتيكو هيكون بطل. فمن الاخر كده التحدي السنه دي هيكون اكبر بكتير، زي بالظبط تحدي ال 2.5 مليون مشترك اللي عايزين نوصل لهم في قناه صباح وكوره قبل نهايه السنه. ولعلمكم يعني من النهارده هنبدا نتابع اسبوع باسبوع زياده المشتركين عامله ازاي، ونشوف ازاي ممكن نعلي النسبه ونعلي الريت. ومن ساعه ما رجعنا بعد حلقتين زدنا تقريبا 5000 او 6000 مشترك، والقادم افضل بكثير. المشوار طويل ودعمكم مهم جدا، فما تنساش دايما ان انت تشير الحلقه وتنشرها ما بين كل اصحابك، وانك تعمل كومنت وتسيب رايك فيها تحت الفيديو واللايك. بعد ما وصلنا 30,000 لايك في اول حلقه و 35,000 لايك في تاني حلقه، فالهدف من حلقه النهارده هو 40,000 لايك وهنجيبها. مفيش حوار، تيم نصوحي نازل ياكل اخضر واليابس، ويلا بينا بقى نخش في التفاصيل. تعالوا نبدا بالمانيا. بايرن ميونخ ما زال هو المرشح الاول طبعا للفوز بالبوندسليغا بعد رحيل فليك لتدريب المانيا، عينه ناجلزمان المدرب اللي نجمه بيسطع بشكل مرعب في الدوري الالماني. الراجل اللي عنده 34 سنه بس وبيمرن بايرن ميونخ، الراجل اللي كل ما اتفرج عليه بيعقدني في عيشتي، عايش الحلم اللي نفسي اعيشه وان شاء الله عايش. اخيرا بايرن ميونخ بيغير خط ظهره وقلبي دفاعه بعد رحيل بواتينج ورحيل الابا بقدوم اوباميكانو من ريد بول لايبزيج. وكل الصفقات بتاعت بايرن وصفقات الدوري الالماني اتكلمنا عليها خلاص في حلقه الصفقات، فمش هقعد اعيد فيها، هتوقع على طول. بايرن في المركز الاول، ريد بول لايبزيج في المركز الثاني، دورتموند في المركز الثالث، يعني التوب 3 السنه دي هيبقوا زي التوب 3 السنه اللي فاتت. والمركز الرابع بقى هو اللي هنهبط فيه هبده كده زي ما هبدنا السنه اللي فاتت بالظبط، ونقول فولسبورغ. يعني ممكن يبقى ليفركوزن برضه، بس انا اروح لفولسبورغ. اما بقى في الكالتشو فالموضوع معقد اكتر شويه. صحيح ان الدوري خسر كتير زي ما قلنا، اذا كان في الصرف الميركاتو او في حقوق البيع التلفزيونيه للدوري او في نجومه برحيل لعيبه زي كريستيانو رونالدو ولوكاكو واشرف حكيمي، وحتى كونتي المدرب اللي جاب لانتر الدوري ما عرفوش يحافظوا عليه. ولكن هناك انتعاشه قويه جدا في مقاعد المدربين في كل الفرق. العشر انديه اللي خلصوا في المراكز العشره الاولى في الموسم اللي فات بخلاف اتلانتا والميلان كلهم غيروا مدربين. ويبقى السؤال الاهم، هل ينجح سيموني انزاجي في خلافة كونتي والحفاظ على اللقب مع الانتر، ام ينجح أليجري في انه يعود مرة اخرى للانتصارات الرائعة والرهيبة مع اليوفي وتحقيق الدوري مرة تانية؟ بصراحة كده اول توقع هو لا اليوفي ولا الانتر. اول توقع انا بقوله لكم كل سنة وببقى غالبا صح فيه، فالسنة دي هبقى صح برضو ان شاء الله، لان روما دي بلدي ودولتي. اللي بعد قدوم جوزيه مورينيو لقيادتهم، احب ابشر كل جماهير الجيالو روسي ان روما في التوب 4 وهيشاركوا في دوري الابطال السنه الجايه، لان السبيشال 1 هينهي الكالتشيو السنه دي في المركز الثالث. ايوه ثالث مش رابع، روما السنه دي ثالث وهيخلصوا فوق نابولي اللي هيبقوا في المركز الرابع. اتلانتا هيخرجوا من التوب 4 والمنافسه على الصداره هتكون ما بين الانتر واليوم. ايوه توقعي ان بعد عوده الروسيني مرة تانية لدوري الأبطال فمش هيعرفوا يصعدوا له السنة الجاية، لأن ما بين مباريات دوري الأبطال السنة دي ومباريات الدوري وغياب الدبث الكافي أو الوفرة الكافية من اللعيبة والعمق الكافي في الميلان، فمش هيعرفوا إن هم يوفقوا بين الاثنين. آسف يا عشاق روسونيري، بس ده توقعي ومش شرط طبعا تتشائم بيه خالص، ممكن تتفائل زي ناس كتير. أما بقى اللي فاضلين، إنتر ولا يوفي، إنتر ولا يوفي، إنتر ولا يوفي، فا انتر هو اللي هيخلص في المركز الثاني في الدوري، لان يوفي هيرجع مره ثانيه ويكسب الدوري. لا عمل بيانكونيري، والسيده العجوز ستعود مره اخرى لعرشها على قمه الكالتشيو مع ماسيميليانو أليجري. اما في انجلترا بقى فالموضوع معقد اكتر كمان، لان في كميه فرق مش طبيعيه بتنافس على المراكز الاربعه الاولى، والفريق الوحيد اللي ممكن اجزم ان هو مش هيخلص توب 4 السنه الجايه هو ارسنال. غير كده بقى الموضوع مش سهل، عندك توتنهام اللي نجح في الحفاظ على
هاري كين ومع مدربه المتألق مع وولفز قبل كده نونو سبيريتي سانتو ممكن عادي جدا ينافسوا على المركز الرابع، ده غير طبعا ليستر سيتي وويستهام اللي كانوا بينافسوا على المركز الرابع لحد اللحظات الأخيرة السنة اللي فاتت. ولكن بالرغم من المنافسة الشديدة دي فتوقعي ان التوب فور السنة الجاية هيبقوا نفس التوب فور بتوع السنة اللي فاتت. اي نعم، ليفربول، تشيلسي، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. الريدز اللي صعدوا في اخر جولة لدوري الابطال السنة اللي فاتت فبعد عودة فان دايك وبعد قدوم كوناتي من ريد بول لايبزيج فصلحوا شوية الدفاع اللي غرقهم السنة اللي فاتت، وتوقعي انهم هينهوا الموسم في المركز الرابع. ايوه مفيش منافسة على الدوري السنة دي من ليفربول، لان مش قادر اتخيل ازاي ممكن ينافسوا في ظل ان منافسينهم بيصرفوا فبيتطوروا فبيقوا اكتر بكتير وانت محلك سير. فانا هحط ليفربول في المركز الرابع، وبعد كده بقى في ضرب نار. تشيلسي حامل لقب دوري الابطال السنه اللي فاتت اللي يمتلك مدرب ابهر انجلترا كلها، وبالاضافه لفريقهم اللي كان اصلا تقيل جابوا صفقتين تقال ومهمين قوي، ساول نيجيز من اتلتيكو مدريد لاعب نص ملعب كبار اوروبا كلهم كانوا عايزينه الصيف ده، ولوكاكو علشان يحل ازمه الفرص المهدره اللي عانى منها البلوز مع فيرنر السنه اللي فاتت. وطبعا عندك يونايتد اللي بعد ما كانوا الوصيف السنه اللي فاتت عززوا صفوفهم هم كمان باكتر من صفقه سوبر، فاران عزز قلب الدفاع، سانشو بيعزز خط الهجوم، ودون كريستيانو رونالدو في مركز السترايكر في عوده قويه وتقيله قوي. اما بقى مانشستر سيتي فهي دي الفرقه اللي ما ينفعش تتوقع لها او تتنبأ لها باي حاجه. فبدا الموسم اللي فات بدايه سيئه جدا ووصل فيها للمركز السابع، وبعد كده اذ فجاه بنفس اللعيبه انتصار ورا انتصار ورا انتصار راح مخلص الدوري من غير منافسه بفرق 12 نقطه ونهائي دوري ابطال. والتعزيزات السنه دي كانت في جاك جريليش اللي جه برقم قياسي وصفقه قياسيه في البريمير ليج، ولم يتم تعويض اجويرو بسترايكر صريح، مما يلمح كده ان سيتي لسه ما خلصش صرفه وعادي جدا تلاقيه رايح يجيب لك سترايكر في يناير. فالتوقع ما بين الثلاث فرق دول هيكون صعب قوي، ولكن توقعي هو في المركز الثالث مانشستر يونايتد. ايوه الديفلز هيخلصوا في المركز الثالث لان جيرانهم في مانشستر السيتيزنز هما اللي هياخدوا المركز الثاني. ايوه زي ما سمعت كده، باب جوارديولا هياخد المركز الثاني، وده معناه ان بطل البريمير ليج في الموسم القادم هو تشيلسي. توخيل سيتفوق على بيب وسيتفوق على اولي جانر سولشاير وعلى يورجن كلوب وسيتوج باللقب الغالي. الله الله عليا الله عليا، ثقه يا جماعه عمياء. وفي النهايه بقى نخلص بالليجا اللي زي ما قلنا في حاله الانتقالات حالتهم السنه دي حاله سيئه جدا، صرفوا اقل من الدوري الالماني والدوري الفرنسي. برشلونه ما صرفوش ولا يورو في صفقه انتقال واحده، وفلورنتينو بيريز لسه عمال يحوش فلوسه عشان يشتري مبابي، والواضح كده ان في بدايه الموسم الحالي الفريق اللي اقوى على الورق هو اتلتيكو مدريد. سيميوني الموسم الحالي ما هوش الاندر دوج ولكنه حامل اللقب وعامل صفقات كويسه، الفريق متماسك ومتجانس، ثقته عاليه جدا. فيبقى السؤال الاهم، هل ينجح سيميوني في انه يلعب دور البطل بقى؟ دور مش لاقي عليه، وحتى الموسم اللي فات لما كان متقدم ومتصدر بفارق نقاط كبير فجأة الحافز قل واللعيبة اتلخبطت وبدأوا يسقطوا نقاط لحد ما برشلونة وريال مدريد لحقوهم وبدأوا يحسوا ان هم اندر دوج تاني وهوب هوب 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 خدوا الدوري. فاللي هيحصل السنة دي هو الاتي، المركز الرابع كلنا عارفينه، هو الطبيعي ان انا اقول اشبيليا بس حاسس ان فالنسيا ممكن يعملوا مفاجأة السنة دي ويخلصوا رابع، فما بين اشبيليا وفالنسيا هروح مع اشبيليا. بعد كده في المركز الثالث هحط البلاو جرانا البارسا، وفي المركز الثاني هحط الميرينجي الملكي ريال مدريد، وتوقعي ان حامل اللقب للدوري الثاني على التوالي هو اتلتيكو مدريد. يعني التوب فور في اسبانيا اللي انا متوقعهم اتلتيكو ريال بارسا اشبيليا هو نفس ترتيب التوب فور السنه اللي فاتت، زي ما قلت بالظبط زي ما قلت في المانيا بايرن لايبزيج دورتموند، توقعتهم السنه اللي فاتت وتوقعهم تاني السنه. وفي النهايه ده كان توقعي انا، والاهم هو توقعك انت. يا ريت سيبولي في الكومنتس تحت الفيديو ده، وكالعاده ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه وتشوف جرس التنبيهات عشان توصلك اول ما ننزل حلقه جديده. عايزين نوصل الفيديو ده زي ما اتفقنا ل 40,000 لايك على يوتيوب، شير على فيسبوك وشير على تويتر، وعايز تتفرج على الحلقه اللي فاتت ليا هنا كالعاده. كمان معاكم عمرو السوري، اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. حلقة قصيرة وسريعة، ولكن عايز اقول حاجة بس عشان بتتكرر كتير قوي في الكومنت. تحدي محمد عواد وصل خلاص، واوعدكم انه هيحصل وهيتنفذ، بس كالعادة يعني مش هعديها كده على خير، لا انا بعد ما نفذه هعلي كمان شوية. مش هقول اكتر من كده، خلاص تعرفوا الاسبوع الجاي.